عفوا نكمل. بالنسبة للأمور الأساسية اللي تختص بفوائد سوائل الحفر، إحنا ليش نستخدم سوائل الحفر؟ شنو الفانكشن مال سوائل الحفر؟ شنو الأمور اللي تتعلق بسوائل الحفر؟ راح نجي إحنا ليش جاي نستخدم سائل الحفر؟ شنو أساس سائل الحفر؟ ليش جاي إحنا نستخدمه بالحفر؟ أول شيء نعرف أنه هي الدقاقة أو البيت من تجي تحفر فورميشن راح تطلع لنا كاتنج، راح تطلع لنا الدقائق تطحن لنا الفورميشن. من تجي تطحن لنا الفورميشن اكيد لازم اكو سائل ينقل لنا الكاتنج من البوتونز او الفورميشن اللي انحفرت الى السطح، فهذا السائل الناقل هو المد. ايضا احنا نعرف قلنا درسنا في الفصل مالت الويل كنترول كل فورميشن بيها فورميشن بريشر تحتوي على بوروسيتي عالية، هذه البوروسيتي تكون مملية بفلويد تحت ضغط معين، هذا الضغط ممكن يدخل يتحول إلى انفلاكس ويدخل لنا إلى الويل بور، فلازم احنا نكبح هذا الضغط، لازم نكبح جماح الفورميشن، فاحنا لازم نسلط ضغط معاكس للفورميشن. تسليط الضغط المعاكس للفورميشن حيكون بواسطة الهيدروستاتيك بريشر بواسطة الدنسيتي اللي سلطها سائل الحفر. هذه الدنسيتي تعتمد على وزن سائل الحفر، تعتمد على كثافة سائل الحفر. الهيدروستاتيك بريشر يعتمد على كثافة سائل الحفر. احنا نعرف الهيدروستاتيك بريشر يساوي لنا الثابت اللي هو 0.052 في الدنسيتي اللي هي الكثافة في التي بي دي. بالنسبة للدنسيتي هي راح تكون مقاسة بالبي بي جي، أما بالنسبة للتي بي دي اللي هو الارتفاع راح يكون مقاس بالفيد. أيضا من أحد فوائد الرئيسية لسوائل الحفر إنه يمنع لنا التكهفات. شنو التكهفات؟ أني من أجي أحفر فد بير معين، هذا البير الجدار مالته راح يتساقط عليه، من يكون الفلويد مالتي البروبرتي مالته صحيحة الريولوجي مالته صحيحة راح يبني لي فد شي يسمونه مد كيك، كأنه جدار عازل بين البير وبين الفورميشن، هذا يحميني من التكهفات، يقلل لي التكهفات اللي تصير. أيضا بعد عندنا فد خاصية مفيدة لسوائل الحفر اللي هي التبريد واللوبريكان. بالنسبة للتبريد احنا نعرف الدقاقة هي عبارة عن حديد، ايضا الفورميشن عبارة عن معدن قوي، معدن يكون صلد صحيح، فانه من يحتاج كأنه جاي يحتاج معدن مع معدن، فلو كان عندنا ما عندنا لوبريكانت او ما عندنا كولينج يونت اللي هي وسيلة تبريد فاكيد راح البيت تتدمر، فهذا الفلويد من يمر من خلال البيت راح ينطيها لوبريكا تمام وينطيها ايضا تبريد، فهو راح يبرد لنا الدقاقه والسترينج، وايضا راح يكون هو عباره عن ماده تسهل لنا من عمليه اللوبريكيشن اللي موجوده بالويل. بعد احنا قلنا ايضا هو يساعدنا في تعليق تعليق السترينج. شنو يساعدنا في تعليق السترينج؟ طبعا الفلويد اللي موجود بالبير اللي احنا نضخه راح يكون مثل البحر وجاي ترسي عليه سفينة تمام، انه الدرل سترينج مالتنا هو عبارة عن معدن حديد اللي هو عبارة عن البادي مالت السفينة، فالفلويد مالتنا راح يكون بالضبط عبارة عن شاطئ جاي ترسي عليه السفينة، هذه يعتبر تعليق للسترينج. ايضا ان شاء الله بالمحاضرات الجاية راح نعرف فوائد التعليق وليش السترينج نعلق بالفلويد وشنو الفوائد اذا كان ماكو تعليق، يعني السترينج مباشرة يروح على الفورميشن، او اذا كان اكو تعليق شنو يصير بالفورميشن. لكن هو المبدأ الاساسي للتعليق انه قلنا انه يعمل على شكل سطح البحر، وبالنسبة للسترينج تعتبر هي كتلة البحر كتلة السفينة اللي ترسي على البحر. بالإضافة راح عندنا خصائص للفلويد، احنا نعرف
بنحفر خصائص للفلويد، مو الخصائص الكيميائية، هي الخصائص الفيزيائية اللي راح تنقل لنا الطاقة للفورميشن. تمام، احنا نعرف احنا نضخ الفلويد بفلورايد معين، هذا الفلورايد راح يتحول الى باور، الى طاقة. تمام، هذه الطاقة اما تتحول الى جيتينج فورس، يعني الى قوة جيتينج تساعدنا بالحفر، او تتحول الى هورس باور اللي تساعدنا بالتنظيف او تساعدنا في ازالة الكاتينج. ايضا هاي الخاصيتين راح ندرسهم ان شاء الله نفس الكورس في المحاضرات الجاية، لكن هذا ملخص بسيط عن الفوائد مالت الحفر او فوائد مال سائل الحفر. بالنسبة لهذه الفوائد اللي ذكرناها اللي هي 7 نقاط، هذه يسموها التأثير المباشر لسائل الحفر. عندنا تأثير غير مباشر لسائل الحفر أيضا يفيدنا بعمليات الحفر، اللي هي شنو هي التأثيرات الغير مباشرة لسائل الحفر؟ أولا عفوا، احنا نعرف نحتاج information نحصلها من البير، نحتاج معلومات. شنو هي المعلومات؟ مثلا درجة حرارة البير، نحتاج الزاوية اللي جاي نحفر بيها الانكلينيشن، نحتاج الاتجاه الازيموث، نحتاج ضغط البير، نحتاج هواي عوامل نعرفها من البير. ايضا نحتاج نقيس درجة التوصيلية للبير، درجة ممانعة البير اللي هي الريزستيفيتي والكوندكتيفيتي، كلها نحتاج نجمعها. هذه بالنسبة لنا كلها نحصل عليها من المادة. شلون نحصل عليها من المادة؟ طبعا بصورة غير مباشرة، نحط جهاز ريكوردر اللي هو يسجل لنا هذه المعلومات، عبارة عن سنسرات يسجل لنا هذه المعلومات، اللي هما أكيد الأشخاص المشتغلين بالحفر يعرفونه، اللي هو ال LWD وال MWD اللي هو Log While Drilling وال Measure While Drilling، اللي هو من خلاله نقدر نشوف هاي الفورميشن. هذا الجهاز يشتغل عن طريق مرور السائل بداخله، عندما يمر السائل راح يشغل لنا هذا الجهاز أو هذا النوع من الإكويبمنت اللي موجودة بالداون هول PHA. فهذه أيضا فائدة من فوائد سوائل الحفر. الفائدة الثانية إنه نعرف إذا كان سائل الحفر ما موجود وكان الوسط مالتنا حامضي، دائما الوسط الحامضي يحب يسوي كروجن بالحديد، يحب يسوي كروجن دائما بالستيل. فإذا خلينا السائل مالتنا قاعدي أكيد راح يمنعنا التآكل،